أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة: وذكرهم بأيام الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الطبراني: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. معشر السادة والسيدات، إن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان وفضل بعض الأزمنة على البعض الآخر، ومن ضمن الأزمنة والأيام والشهور والأوقات المفضلة شهر رمضان المبارك الذي هو سيد الشهور، والأشهر الحرم الأربعة المشهورة والمعروفة، ومن ضمن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي نحن مقبلون عليها، فهي من أيام الله التي أمرنا بأن نحتفي بها وأن نقوم فيها بكل ما نستطيع من أعمال الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الله العظيم: وذكرهم بأيام الله. فهذه العشر إن شاء الله من أيام الله الطيبات المباركات، والمطلوب منا فيها كما ذكرت كل أعمال الخير، كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من البر والصلاح والتقوى ومختلف القربات، فهو مطلوب في هذه الأيام كما هو مطلوب في غيرها، ولكنه مطلوب فيها بالأحرى، لأنها أفضل الأيام عند الله، أفضل حتى من أيام رمضان. وكل عمل على إطلاقه أفضل في هذه الأيام على غيرها، بما في ذلك الجهاد في سبيل الله. وعموما مطلوب منا فيها الصيام، إذا استطاع الإنسان أن يصوم 9 أيام فهو أفضل، ويركز بالدرجة الأولى على اليوم الأخير منها، وهو يوم عرفة، كما ذكر الإمام ابن عاشر رحمه الله: كتسع حجة وأحرى الآخر. ومن ضمن ما هو مطلوب منا فيها الذكر على اختلاف أشكاله وألوانه، وعلى رأس هذا الذكر التكبير: الإكثار من قولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا سيما في يوم العيد وأيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات. كما يطلب من العبد فيها الإكثار من الصدقة، وأن يزعف الفقراء والمساكين ويعينهم على ما يصلحون به شأن أنفسهم وأبنائهم من أضحية ولباس وطعام ومال. ومن ضمن ما هو مطلوب منا فيها الأضاحي، سواء تعلق الأمر بالهدي بالنسبة للحاج، أو تعلق بالأضحية بالنسبة لغير الحاج. وأريد في عجالة أن ألخص بعض أحكام الأضحية وأقتصر على البعض فقط نظرا لضيق الوقت. يقول الإمام الشيخ خليل رحمه الله في بداية حديثه عن الأضحية: سنة لحر غير حاج بمنى، ضحية لا تجحف، وإن يتيما بجدع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس بلا شرك، إلى آخر ما قال رحمه الله. والأحكام الواردة في هذا الجزء الذي تلوته، يقول الشيخ:
سنة، بمعنى أن هذه الأضحية سنة مؤكدة ينبغي لمن قدر عليها ألا يتركها. ومن شروط من تسن في حقه أن يكون حرا، أما العبد فلا تجب عليه ولا تسن في حقه. سنة لحر غير حاج بمنى، بمعنى أن لا يكون حاجا. أما إذا كان حاجا كما ذكرت والمطلوب في حقه هو الهدي وليس الأضحية. سنة في حق من ليس كذلك، بمعنى من ليس عبدا ولا حاجا بمنى، ضحية بمعنى أضحية الله سبحانه وتعالى أمر بها، فصل لربك وانحر. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أكد عليها ومارسها عليه الصلاة والسلام في حياته. سنة لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف. ما معنى لا تجحف؟ أي لا تضر بماله ضررا بينا، لأنها سنة مؤكدة صحيح لا يجب تركها، ولكن أيضا مبنية على القدرة. اللي هو مأمور بها هو الإنسان اللي قد عليها. صحيح أن الإنسان يتكلف للأضحية ويتسلف لها إلى القال اللي سلفه، وعنده مناشير يرد هذوك الديون، ولكن مع ذلك لا يجب أن يتجاوز الناس القدرة، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تقدر عليه فافعله وما لا تقدر عليه فدعه، فإن الله سبحانه وتعالى نظر إلى حالك وعرف بأنك لا تقدر. والإنسان يواسي نفسه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وأهل بيته، وضحى كذلك عمن لم يضحي من أمته إلى يوم القيامة، فلذلك لا تحزنوا أيها البائس الفقير. وكذلك ولي أمر المسلمين نصر الله وأيده يضحي عن نفسه وأهل بيته، ويضحي كذلك عن شعبه جزاه الله خيرا وإحسانا. سنة لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما، يعني إذا كان يتيما وله مال تسن الأضحية في حقه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، بماذا نضحي؟ يقول الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله: بجدع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنات وثلاث وخمسين. الذي يضحى به هو بهيمة الأنعام، أولها جدع الضأن الغنم، يذبح الجدع، والجدع ما أوفى سنه. وفي تفاصيل الفقهاء أنه حتى إن لم يستوفي السنة كاملة فلا بأس، ابتداء من 6 شهور إذا كانت البهيمة واقفة وصححة، 6 شهور، 8 شهور، 10 شهور، حتى العام، هذا هو جدع الضأن إن شاء الله. وثاني معز، بالنسبة للمعز أن يكون قد أكمل سنة ودخل في الثانية، يكون عنده مثلا 13 شهر، أما أقل من ذلك فلا يجزئ. وبقر وإبل، ولذلك قال بعدها ذي سنة، هذا بالنسبة للغنم والماعز. والغنم كما قلت ولم يستوفي السنة، والمعز أن يستوفي السنة ويدخل في الثانية، وهو الثاني. إذن الجدع من الغنم والثاني من المعز، ومن البقر ما أوفى 3 سنوات ودخل في الرابعة، ومن الجمال من الإبل ما أوفى 5 سنوات ودخل في السادسة،
ولا بد معشر الإخوة والأخوات أن ننبه هنا إلى قضية مهمة جدا، أن بعض الناس الله يسمح لهم دايزة لهم الشطارة، تيقول لك أودي دروك الخرفان راهما غاليين، اللهم نشري العجل أسميتو في الثمن راه بحال بحال، وهو كثير اللحم، وهذا غلط، لأن المطلوب في الأضحية هو أجود اللحم وليس أكثره. وهذا الترتيب اللي ذكر الشيخ خلي رحمه الله هو الترتيب اللي خدا به النبي صلى الله عليه وسلم. الغنم أولا، إن لم يتوفر الماعز، إن لم يتوفر البقر، إن لم يتوفر ننتقل إلى الإبل. على العكس من ذلك بالنسبة لهذه، فاش بغينا قوت اللحم تنبداو بالإبل، ومن بعد البقر، ومن بعد الغنم، ومن بعد الماعز. وذكرانها أحسن من إناثها. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الجدع من الضأن، يعني كبش أقرن مستوفين للشروط. ثم قال خليل رحمه الله: بلا شرك، أي أنه لا تجوز الشركة فيها. نجمعوا مثلا الفلوس بيناتنا، كل واحد يعطي شوية ونشريوا اسميتو، هذاك مجرد لحم قدمناه لأنفسنا وأهلنا، وما فيش الأجر ديال الأضحية نهائيا. وكاين الفرق بين الشركة وبين الإشراك. الشركة إذن لا تجوز، ولذلك من متن الفقه المالكي: ولا تجوز الشركة فيها ولا في ثمنها إلا لعائلة واحدة تشترك في السكنة والنفقة. أما الإشراك فيجوز. ما معنى الإشراك؟ أن الإنسان يشري البهيمة ويذبحها ويشرك معاه اللي بغى من الزوجة ديالو ووليداتو، وحتى أي واحد من الجيران يشركوا، ولكن في الأجر فقط. وديك الساعة ما كان حتى مانع أنه يهدي ليه ويعطيه من 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 أسميتو اللحم. ومختصر الكلام أنه في هذا المجال يتحدث المالكية عن أوصاف الإجزاء وأوصاف الكمال. أوصاف الإجزاء هي التي لا بد من توفرها، إن لم تتوفر يعني تصبح الضحية غير مقبولة، وهي التي جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا تجوز العوراء البين عوارها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العشفاء التي لا تنقي. العورة هذيك اللي العين ديالها مطفية، والأولى والأحرى العمياء اللي ما تشوف لا بهذه ولا بهذه. المريضة البين مرضها، اللي دازت عليه ولا شافها من الناس يقول لك ودي هذه البهيمة راه مريضة، هذه لا تجوز. العرجاء البين عرجها، هذاك اللي اسميتو تتعرج عرجا بينا، بحيث انه تدخل لواحد الرجل وتتسميتو. ثم العشفاء التي لا تنقي، هذيك اللي ضعيفة بزاف، ما فيها لا اللحم الجيد ولا الشحم ولا اي حاجة، هادو يعني لا تجوز. وهناك أوصاف الكمال، وهي التي يستحسن أن تتوفر، وذلك قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أوصاف الكمال هنا: الكبش السمين الأقرن الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد وينام في سواد. ومعنى ينظر في سواد، تكون شوية الكحولية دايرة بعينيه، يمشي في سواد، تكون الكحولية يعني في رجليه، وينام في سواد، أنه تكون الكحولية كذلك يعني في ركبه. وللحديث بقية إن سمحت الظروف في لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد